التواصل يستمر والأشواط تتوالى مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة. تواصل سن الثنايا في صباح هذا اليوم في استمرارية جميلة ورائعة. الشوط الحادي عشر أعلنت انطلاقته قبل قليل بحفظ الله ورعايته ليحمل في طياته هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة ليحمل لنا أيضا تنافسات مثيرة وجميلة طيلة 8 كيلومترات على شرف الفوز والناموس عبر شاشة دبي ريسنج في نقلنا الحي والمباشر لمشاهدي ومتابعي هذه القناة ومتابعي ميدان المرموم في هذه الانطلاقة والتمهيديات الجميلة التي تنطلق بعد ختام المرموم. شكرا كذلك لنادي دبي لسباقات الهجن العربية الأصيلة على هذا التنظيم الرائع وهذه الانطلاقة. وصلنا إلى المراكز الأولى وخلاص بنتابع المراكز الأولى وبنعطي حضراتكم الوصف التفصيلي عن ما يدور من تنافس وتبادل المراكز حتى خط النهاية وبنهني الفائز بالمركز الأول. وهذا الشوط الخاص بالجعدان الثنايا الأصايل في هذا المسار. نسير مع المركز الأول مشاغب وسليم بن حمد بن سليم الاكتبي يتقدم على مقدمة الشوط بينما تلي في المركز الثاني يلي في المركز الثاني منحاش أحمد بن محمد بن حلوك الخاطري يتقدم في هذه اللحظات على المركز الثاني. المركز الثالث هذا يتواجد غازي لراشد بن سالم بن راشد بن سعيد المزروعي، هذا على ما أعتقد أن بن رقراقي سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي في هذا الانطلاق، بينما هناك تواجد شيبوب سعيد بن سهيل بن دليوي يقدم شيبوب في هذا الاندفاع. وهناك ايضا دخول ما بين المراكز الاربع الاولى. هاملول سالم بن عبيد بن مبارك الاكتبي يقدم هاملول، هذه الاسماء الخمس المراكز المتقدمة، بينما المركز السادس بنلقى في شاهين لهادي بن عبد الله بن ركاض العامري المركز السابع سابع المراكز، وهذا يتواجد شاهين مطر بن غالب أبو حبل المنصوري يتقدم في هذه اللحظات، بينما هناك أيضا هذا هو أيضا غازي وحمد بن سالم بن يطبع العامري على المركز التاسع والمركز العاشر. هناك العاشر هذا زلزال لعيسى بن مبارك بن عيسى بن سعيد المنصوري، هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في هذا الشوط التي تندفع حامل لواء الناموس ما بين الجعدان المتنافسة في هذا الشوط، وهو الشوط الحادي عشر. الجعدان المحليات الأصايل التي تتنافس على شرف الناموس والفوز في هذا الشوط. عودتنا مرة ثانية معادي لوحة الخمسة كيلومترات في هذا المسار، يعني 3 كيلومترات من البداية و5 كيلومترات ما تبقى على وصولنا إلى خط النهاية. وابن سليم اللي مسيطر على مقدمة الشوط ومقدم مشاغب سليم بن حمد بن سالم الشيباني الاكتبي يتقدم على المركز الأول، يسيطر على المقدمة ويعرف شعاره بهذا اللون الجميل شعار بن سليم والمدام حينما تحظى بالسلام في هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني غازي على ثاني المراكز راشد بن سالم بن رقراقي المزروعي المتمرد كذلك منقدم دور كبير في التضمير وفي الانجازات ابو محمد بن رقراقي يا مرحبا في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. المركز الثالث ثالث المراكز شوف هملول
هاملول سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي، أيضا من نجوم هذه الرياضة، من قدم الكثير والكثير من الإنجازات، بينما ناتي إلى بن دليوي. بن دليوي يتقدم في هذه اللحظات شيبوب سعيد بن سهيل بن دليوي على المركز الرابع والمركز الخامس، هناك المركز الخامس يتدخل فيه ويتقدم هذا منحاش ومالك منحاش أحمد بن محمد بن حلوكه الخاطري في المركز الخامس. المركز السادس وصلت الأسماء، تقاربت من بعضها، قدم شوي أبو خليفة، هناك نتابع في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. المركز السابع في هذه اللحظات غازي لحمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري على المركز السابع. المركز الثامن أشوف الثامن يتدخل في ثامن المراكز شاهين مطر بن غالب المنصوري، والمركز التاسع في هذه اللحظة من الجانب الآخر، من الجانب الآخر تاسع المراكز أشوف تاسع المراكز، هذا وافي، هذا وافي سيف بن مسفر بن راشد العميمي، والمركز العاشر 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 بنلقى فيه سيفين وصابر بن سعيد بن صابر الكتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في الجعدان الثنايا المحليات في الشوط الحادي عشر، إذاعتنا للمرة الثانية على التوالي وانطلاقتنا للعشر المراكز الأولى في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع الشيق والجميل يحمل ميدان المرموم بانطلاقاته. نسير مع الثلاثة كيلو متر، مع الثلاثة كيلومترات في هذا الانطلاق في هذا الاندفاع، نتقدم نعود إلى المراكز الأولى في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل مع الثلاثة كيلومترات ومغادرتنا حزام القابات في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. نسير مع المركز الأول المشاغب المشاغب مشاغب سليم بن حمد بن سالم الشيباني الكتبي، يسيطر على مقدمة الشوط، يسيطر على المركز الأول، بينما المركز الثاني هملول سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث غازي حمد بن سالم بن يطبع العامري على المركز الثالث، غازي المركز الرابع راشد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي على رابع المراكز. المركز الخامس، الخامس شوف 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 الأسماء والشعارات، شوف هذه الأسماء، شوف هذه الانطلاقات، كل الجماعة قادمون ورافعين شعار نحن قادمون، وهذا أمر حق ومشروع للكل التجاوز والتنافس. مطر بن غالب أبو حبل المنصوري كذلك يتقدم، وأيضا هناك يتقدم سيف بن مسفر العميمي وبن دليوي كذلك قادم، وهذا منحاش أحمد بن حلوك الخاطري في هذا الاندفاع. ولكن هنا ايضا ياتينا شاهين لهادي بن عبد الله بن ركاض العامري. هذه النتيجه، هذه الاسماء المتقدمه، نروح مع المراكز الاولى نشاهد ونتابع هذه السيطره من بن سليم على مقدمه الشوط. اهل المدام مسيطرين وحاملين السلامات، ولكن اهل الطويه واهل العين هناك يتقدمون كذلك في هذا الاندفاع، في هذا الاندفاع. هاملول 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 سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي على المركز الثاني، على المركز الثاني
منو الثالث؟ نشوف هناك على ثالث المراكز، هذا يتقدم، هذا غازي لحمد بن سالم بن يطبع العامري على ثالث المراكز. الانطلاقات والتحديات، هذه المراكز الأولى، هذه المراكز الأولى. بن سليم، بن سليم هو المسيطر، بن سليم هو المنطلق على مقدمة الشوط، على مقدمة الشوط. المشاغب، المشاغب، المشاغب سليم بن حمد الشيباني الكتبي يتقدم على المركز الأول، على الانطلاق الأول في هذا الاندفاع، في هذا الانطلاق الجميل. ولكن سالم بن عبيد، سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي على المركز الثاني والمركز الثالث، هذا حمد بن سالم بن يطبع العامري على ثالث المراكز. والمركز الرابع شاهين مطر بن غالب المنصوري، ولكن عودة، عودة إلى المركز الأول. أوه يا اللي انطلق، الله، غازي، غازي حمد بن سالم بن يطبع، بن يطبع العامري راح على المركز الأول، راح على المركز الأول. المركز الثاني، هملول في المركز الثاني، هملول في المركز الثاني يتقدم. عصاف بطانه، عصاف بطانه ينطلق، ينطلق، استعداده باين وواضح، واضح على المركز الاول. الله 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 الله، ينطلق بالمركز الاول هملول، هملول بتحدياته وانجازاته. ولكن، ولكن غازي حمد بن سالم بن يطبع العامري، ولكن هملول، هملول على المركز الأول بن يطبع، ولكن خلاص، خلاص هملول. سالم بن عبيد بن مبارك الكتبي على المركز الأول، المركز الثاني غازي حمد بن سالم بن يطبع العامري، والمركز الثالث، الثالث مع بن سليم اللي هو مشاغب سالم بن حمد بن سليم وبن دليوي على المركز الرابع. المركز الخامس، هذا شاهين لمطر بن غالب المنصوري. هذه النتيجة للمراكز الأولى المتقدمة. نعود إلى التوقيت الزمني، التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام على شاشة التلفزيون بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل والرائع. 13 دقيقة نشوف مع مخرجنا في هذا التحدي الجميل، 12 دقيقة خمسة أو 12 دقيقة 46 ثانية بالوفاة تمام. تهانينا لسالم بن عبيد بن مبارك الكتبي على هذا الفوز، المركز الثاني. 12 دقيقة 46 ثانية، ثلاثة أجزاء من الثانية من أتى في المركز الثاني، هذا هو غازي أتى في المركز الثاني، حمد بن سالم بن يطبع العامري والمركز الثالث. نشوف التوقيت على شاشة التلفزيون في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع، 12 دقيقة 53 ثانية بالوفاء مع بن سليم. تهانينا لجميع الفائزين.